الدموية. نركز كده زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، انا عندي هنا ايه؟ القلب بالشكل ده. كنا بنقول القلب عبارة عن ايه؟ فكريني كده، كان القلب عبارة عن عضو كمثري الشكل اجوف عضل، صح؟ يبقى عضو عضلي اجوف كمثري الشكل. بيتكون من ايه؟ بيتكون من اربع غرف. في عندي اذين ايمن واذين ايسر، وعندي بطين ايمن وبطين ايسر. تاني، القلب هو عباره عن عضو عضلي اجوف كمثري الشكل، يوجد في السطح ما بين الرئتين. في عندي هنا زي ما اتفقنا هنا ايه؟ ها؟ اذين ايسر. وانا هنا ايه؟ اذين ايمن. خلاص؟ وعندي بطين ايسر وادا بطين ايمن. اتفقنا ان الذيل الايمن بيوصل له وريدين، وريد اجوف علوي ووريد اجوف سفلي. واتفقنا ان هو ان هذا الاذين الايسر بيوصل له أوردة رئوية، عددهم كام؟ أربعة. البطين الأيمن بيخرج منه شريان رئوي اللي بينقسم لفرعين أهو، شريانين كبار دول علشان يروحوا لمين؟ للرئتين. الجانب الأيسر دوت البطين الأيسر بيديني حاجة اسمها شريان أورطي، ده علشان يدي الميل لكل أجزاء الجسم، سواء الجزء العلوي من الجسم أو الجزء السفلي. وإحنا بنتكلم المرة اللي فاتت قلنا الأوعية الدموية عبارة عن ثلاث حاجات أساسية، فيه الشرايين، فيه شعيرات دموية، وفيه أوردة، صح الكلام؟ نركز علشان نعرف حاجة اسمها الدورة الدموية. قلت عندي القلب، قلت عندي الأوعية الدموية، ونمشي جوه الأوعية الدموية السائل اللي اسمه الدم. طيب، اتفقنا إن الدم هيجي من الأوردة يصب في الأذينين. طب ناخدها يما يما، اليما اللي على اليمين ديت هيجي لها الدم من الأوردة اللي هو الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي من جميع أجزاء الجسم. الأوردة زي ما احنا عارفين بتشيل دم غير مؤكسج، يعني كمية الأكسجين فيه قليلة، يعني هنلاقي الدم لونه مزرق. يبقى الدم هيدخل على الأذين الأيمن، واتفقنا ما بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن فيه صمام هينزل من خلال الدم للبطين الأيمن. البطين الأيمن هيستقبل الدم من الأذين الأيمن، وعضلة القلب تنقبض
فتقوم زق الدم من خلال مين؟ الشريان الرئوي. في اتجاه مين؟ في اتجاه الرئتين. في الرئتين هنلاقي ان هو في حاجه اسمها حويصله رئويه. عندها الاكسجين هيقوم داخل للدم وثاني اكسيد الكربون يخرج من الدم يوصل لمين؟ لهذه الحويصله الرئويه. الدم اللي هيخرج من الرئه اهوت هيقوم رايح فين؟ رايح للجزء الايسر من القلب. هيروح لمين؟ للاذين الايسر. اما هيروح للاذين الايسر من خلال اربع اورده رئويه هيكون الدم نوع ايه؟ مؤكسج. صح ولا لا؟ مش هيبقى اكسجين. الدم المؤكسج دوت هيكون نازل فين؟ من الاذين الايسر للبطين الايسر. من البطين الايسر الدم هيتضخ في مين؟ في الشريان الاورطي. من الشريان الاورطي هيروح لجميع اجزاء الجسم. علشان ايه؟ علشان كل شريان من ده يصغر 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 لحد ما في الاخر يعمل لي مين؟ الشعيرات الدمويه. اللي هتتجمع وتعمل لي ايه؟ وريد. اللي هيروح في الاخر لمين؟ للجزء الايمن من القلب. من خلال مين؟ الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي. والدورة الدموية تتم. تاني لو بدأت الدورة الدموية من الجزء الايمن الدم هيجي من جميع اجزاء الجسم يروح للقلب للجزء للاذين الايمن من خلال الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي. الدم هينزل من البطين الايمن من خلال هذا الصمام الذي يفصل مين عن مين؟ هيفصل الاذين الايمن عن البطين الايمن. الدم بعد كده هيحصل فيه ايه؟ هيضخ مين؟ للشريان الرئوي. الشريان الرئوي هيودي الدم لمين؟ للرئتين. علشان الدم يشيل اكسجين ويطلب كربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون. الدم اللي هيطلع من الرئتين هيلف ويروح لمين؟ للجزء الايسر من القلب. يروح لمين؟ للاذين الايسر. من خلال مين؟ اورده رئويه اربعه. الدم اللي في الاذين الايسر هيقوم نازل فين؟ للبطين الايسر من خلال ايه؟ الصمام اللي منه. بعد كده الدم ينضخ من خلال البطين الايسر للشريان الاورطي اللي هيروح للجسم كله ثم يتجمع الدم ويروح لمين؟ للوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوف السفلي. واضح من الكلام ده ان انا في عندي دورتين دمويتين. اعيد الكلام تاني. في حاجه اسمها دوره دمويه صغرى وحاجه اسمها دورة دموية كبرى. ايه الكلام ده؟ نشوف ايه هي الدورة الدموية الصغرى وايه هي الدورة الدموية الكبرى. اول حاجة عندي نرسم القلب تاني كده واشوف يعني ايه دورة دموية صغرى ويعني ايه دورة دموية كبرى. القلب تاني اهو. القلب اهو. وادى القلب هنا اهو. اما الدم يجي من
الجزئين الأيمن إلى إلى البطين الأيمن، ومنه يروح لمين؟ للشريان الرئوي، ومنه يروح للرئتين، ومنه يروح لمين؟ للبطين الأيسر. دي بقول عليها دورة رئوية، أو بقول عليها دورة دموية صغرى، لأنها بتاخد مسافة صغيرة. يا دوبك الدم بيطلع من البطين الأيمن يروح للشريان الرئوي، ومن الشريان الرئوي هيروح لمين؟ للرئتين، ومن الرئتين هيروح من خلال الأوردة الرئوية لمين؟ للأذين الأيسر. طب كلام كويس. طب دي الدورة الدموية الصغرى. طب الدورة الدموية الكبرى بقى، الدم هيحصل فيه ايه؟ هينزل من الأذين الأيسر في اتجاه مين؟ البطين الأيسر. ومن البطين الأيسر هيروح لمين؟ للشريان الرئوي. الشريان الرئوي يكتب فروق كتير، في منه جزء هينزل لجميع أجزاء الجسم تحت مستوى القلب، ويملك نواة اللي هي ايه؟ شعيرات دموية، ويتكون لك ايه؟ أوردة هنا اهو، تروح لمين؟ للقلب، كالأجويف كايه؟ كوريد أجوف سفلي. جزء تاني هيروح ليه؟ الأعضاء، الجزء العلوي من الجسم، ويعمل لك نواة شعيرات دموية غذي الجسم طبعا، ويتجمع على ايه؟ أوردة، ويروح كوريد أجوف علوي. واضح جدا ان دي الدورة دموية كبرى، واضح انها واخدة مسافة كبيرة. منين فين؟ اهو من البطين الأيسر للشريان الرئوي، جزء منه هينزل لجميع أجزاء الجسم، الجزء السفلي من الجسم، وجزء هيروح للجزء العلوي من الجسم، وفي الآخر يتجمعوا على هيئة وريد أجوف علوي، وريد أجوف سفلي، يصبوا فين؟ في الأذين الأيمن. يبقى باختصار الدورة الدموية ازاي الدم بيمشي من القلب الى الاوعيه الدمويه ويرجع تاني. في دوره دمويه صغرى ودوره دمويه كبرى. واضح ان الدوره الدمويه الصغرى او الدوره الرئويه فايدتها الاساسيه ايه؟ انها تخلي الدم يشيل اكسجين وتطرد ثاني اكسيد الكربون. إمام الدورة الدموية الكبرى دي بتاخد الدم اللي شايل الأكسجين وتوزعه لبقية أجزاء الجسم، وتاخد من الجسم دم فيه أكسجين قليل وثاني أكسيد الكربون كتير.